دكتورة ميرفت، حضرتك عاملة مشروع قانون في مجلس النواب يتعلق بهذه الزيادة السكانية. بداية كده خليني أتكلم عن أنه في بعض الناس بتروج لفكرة أنه الزيادة السكانية دي ثروة، الزيادة السكانية دي حاجة جميلة جدا، إنها كتير ثروة في أي بلد، إن العيال دول عزوة، حقيقي. إنه دولت قوة، إن كل ما يبقى عندنا شباب أكتر ده يعني قوة ضاربة وقوة مهمة جدا في سوق العمل. مظبوط، تعليق حضرتك. خلينا نتفق الاول ان النقطه دي هي فعلا لب المشكله، الفهم او نظره المجتمع للقضيه السكانيه. ويمكن المناقشات الكتير من الفنادوات ونتكلم مع الناس على كل المستويات العلميه او الاجتماعيه او الثقافيه، بنلاقي ان من اكتر الردود اللي بتتقال هي ان القوى البشريه دي ثروه، لا انتوا مش عارفين تستغلوا القوى البشريه زي ما الصين بتستغلها. ودايما على فكره بيذكروا الصين تحديدا يعني، وده ليه رد برضو. هي ببساطة في الكلام الناس مش لاقي حد يفهمها أو يتكلم معاها. يعني أنا بشكركم طبعا على اهتمامكم بالقضية، لكن الإعلام أنا شايفة أنه إلى حد ما دايما بقولها مقصر، لأن الناس مش واصلها صورة صح. الناس مش فاهمة مدى الخطورة اللي مصر رايحة لها لو فضل معدل النمو السكاني بالطريقة دي. ويمكن دكتور الخريطة السكانية فعلا مرتبطة جدا، يعني لو بصينا على الكلام مرتبطة بمستوى التعليمي، المستوى الثقافي، المستوى الاقتصادي. فهنلاقي القرى والاماكن النجوع اللي فيها دمية عاليه شويه او المحافظات اللي فيها معدل التنميه قليل شويه بتبقى المشكله دي ظاهره فيها جدا. من المنطلق ده اللي هو ان انا بجيب اولاد عشان يبقوا عزوه، بيشغلوهم، طلعوا من المدرسه، بيجوزوا البنات صغيرين. كل المشاكل المجتمعيه اللي في مصر دلوقتي مصدرها هو القضيه السكانيه. كل كوارث مصر بترجع في النهايه لو مشينا وراها للقضيه هي السكانيه. دي القضية اللي محتاجين بجد نركز فيها انا كتير، شايفاها اخطر من الارهاب، او ان لانها ما انت لم تكن على نفس مستوى خطوره. لو ما والرئيس حلناهاش يعني الرئيس هتبقى عبد الفتاح مشكلة. السيسي يعني في كل مناسبه وفي كل بالظبط. بقاله سنين كل حاجه لازم يذكر القضيه السكانيه. يعني لازم اجراءات تتخذ من الدوله، ولازم الوعي يكون حقيقي مش مجرد موضوعات انشا بنتكلم عن الناس اتنين كفايه بس يا جماعه. لا، طب ما هو ليه لازم نفهم الناس الخطوره ايه واحنا رايحين فين، ونفهم الناس مواردنا ايه وامكانياتنا ايه، ان احنا نقدر نزيد قد ايه. على حضرتك كلمتي على المدارس، احنا محتاجين كل سنه 5000 فصل لو فضلنا ننمو بهذا المعدل. محتاجين كل سنه 100 حاجه و60 طبيب، 1000 طبيب وتمريض علشان نقدر نواكب ده. الشوارع والطرق، كل الخدمات، كل اللي بيحصل في الدوله المصريه من تنميه بتلتهموا الزيادة هتلتهموا، السكانية. وهنلاقي نفسنا في الاخر محلك سر. فهي فعلا جدا عايزه تكاتف مجتمعي وتكاتف المسؤولين والتنفيذيين، مش وزاره واحده. لا الصحه لوحدها، هي الصحه والتضامن والاعلام والثقافه والتعليم العالي والاوقاف كل مؤسسات الدوله لازم تكون ليها خطه واضحه متكامله، والناس تقعد مع بعض وتطلع البرودكت، المنتج النهائي اللي هيكون ليه تاثير على المجتمع. حضرتك اساسا دكتوره نساء وتوليد، بالظبط. بتشجعي على لا يعني خالص، تحديد بالعكس. الاسره وتنظيم أنا الاسره. يعني ببذل جهد كتير، لان يعني انا انت عاوزه المفروض بقى الامهات تخلف كتير، المفروض يكون كده. بس انا اقول لك بالعكس، انا هجري على روسيا لا في لا هناك دعوة في للأم عشان البطلة، عندهم عشرة مشكلة. أطفال ده حقيقي، لكل أم، هتاخد 300,000 جنيه بالظبط. تقريبا. يروحوا بقى فممكن هناك، لأن احنا أكيد عندنا فعلا. هيشجعوا الدكاترة برضه إنه لا يعني لا، أنا عن نفسي يعني أغلب وقتي في العيادة بتاعتي دايما بتخانق مع الستات عشان الموضوع ده، لأن لحد النهاردة أنا يمكن محافظة الفيوم، فعندنا جانب كبير ريفي، فبنلاقي القضية دي واضحة قوي. وبنلاقي لحد دلوقتي ناس بتجيب 6 اولاد و7 اولاد و8 اولاد ولا سبب. يعني تسالي السبب مثلا معاها اولاد ومعاها بنات ومع هو كده، يعني مجرد الكونسبت هنتكلم في الموضوع ده، ده انه كمان هل هم عندهم المعرفه انه الخلفه الكتير بتاثر على صحه الام. هنتكلم بالتفصيل على الموضوع ده، بس خليني اسال دكتوره صعيب. احنا اتكلمنا عن اكثر المحافظات انجابا يعني انتاجا، اسميها انتاجا، هم منتجين جدا. البيئه بتختلف ازاي وبتاثرها على موضوع الخلفه؟ يعني البيئات المختلفه حضرتك لما درستوا الموضوع ده وصلتوا لايه؟ بتاثر ازاي على موضوع قرار الانجاب؟
خليني بقى اقول ان فعلا زي ما زمايلي قالوا ان المشكله السكانيه مش مشكله عدد فقط، وزي ما حضرتك اشرتي ان هي فعلا يعني ممكن تكون نقمه مش نعمه، لان هي في مثلث كده بيحدد المشكله، اللي هو اولا العدد السكان لازم يكون مناسب للدخل القومي للبلد اللي هم عايشين فيه. الحاجه الثانيه الخصائص السكانيه لازم تكون خصائص جيده، واعني بالخصائص يعني اللي هي مثلا ان البنت لازم ما يبقاش في تسرب من التعليم، تتعلم على الاقل التعليم الاساسي بتاعها لغايه ثالثه ثانوي او الدبلوم، ان لازم ما تبقاش في زواج مبكر، البطاله في السيدات تكون قليله جدا، يبقى في فرصه تمكين للمراه وعمل للمراه، القضاء على الاميه والجهل. المحور الثالث اللي هو خلخلة الكثافة السكانية، يعني أنا ممكن أكون عندي عدد سكان قليل بس كلهم مثلا عايشين على حزام معين لا يتعدى مثلا 10 كيلومترات مثلا، فده برضو بتبقى مشكلة. احنا عندنا بصراحة 3 مشاكل، زيادة عددية أكتر من الدخل القومي للدولة، فهتلاقي إن الدخل القومي العدد السكان بيتضاعف 4 مرات الدخل، وفي أي دولة متقدمة المفروض عدد السكان يتضاعف بنفس الدخل القومي أو أقل. الحاجة التانية هتلاقينا برضو كل السكان متمركزين حوالين وادي النيل والدلتا، رغم ان في مساحات كتيرة في الدولة محدش، ومدن جديدة وهكذا، والناس دايما بتبقى عايزة تسكن وتشتغل وتعيش جنب البيت بتاعها او بيت اهلها. الحاجة الثالثة ان احنا فعلا عندنا نسبة امية، نسبة بطالة، عدم تمكين المرأة لاسباب كثيرة، نسبة الفقر برضو تكاد تكون مش قليلة، فكل العوامل دي لازم تتحسن الثلاثة مع بعض. فاول مرة من السنة اللي فاتت فخامة الرئيس يطلق فعلا المشروع القومي لتنمية الاسرة المصرية، وسميناه تنمية لانه فعلا هيشتغل على الـ3 محاور، هي ليست قضية وزارة واحدة او جهة واحدة، هي كل الوزارات الدولة تقريبا وكل أجهزة الدولة بتشتغل معانا في المشروع ده. ايه دور وزارة الصحة؟ وزارة الصحة بدأت مع المشروع القومي لتنمية الأسرة تشتغل تحسن من محور تقديم الخدمات للسيدات في سن الإنجاب وللأسرة كلها برفع الوعي. احنا عملنا تدخلات جديدة السنة دي، منها ان احنا نزلنا وسائل طويلة المفعول جديدة زي اللولب الهرموني واللولب الشجري، هم لهم فترة حماية 5 سنوات أو أكثر، بيتباعوا بره بـ1000 جنيه، احنا الوزارة أو الحكومة موفرهم مجانا للسيدات. بدأنا نعمل مبادرة اسمها مبادرة الطبيبة الزائرة، عشان برضو لقينا ان 40% من زيادة السكان بيجيلنا من وجه قبلي، من كل الجمهورية 40% بس في وجه قبلي، اللي هي في محافظات الصعيد عندنا بني سويف والمنيا وسوهاج وقنا وأسوان. فاحنا عملنا مبادرة اسمها مبادرة الطبيبة الزائرة عشان برضو العادات توعي والتقاليد، الستات ان واحدة الطبيبة واحدة بالظبط بتروح لأماكن ممكن تكون بعيدة عن الخدمة او تكون فيها طبيب والستات مش عايزين، عايزين سيدة اللي تكشف عليهم يعني. فاحنا وفرنا هذه الخدمة وعملنا فعلا في 6000 طبيبة تم تدريبهم على تركيب اللوالب وتركيب الكبسولات اللي تحت الجلد بمهارة شديدة وفائقة، وبتجمع الرائدة الريفية بتروح البيوت تجمع السيدات في مكان واحد في عيادة وبتروح لهم الطبيبة. فإذا دي يعني ده تداخل ما كانش موجود قبل كده. التدخل الثالث ان احنا عملنا حاجة، بقينا القوافل عندنا 550 عيادة متنقلة بتجوب انحاء برضو البلد كلها، بس بنركز على الاماكن اللي فيها الخريطه بتاعتها فيها مثلا نسبه التدني في الخصائص السكانيه، نسبه الولادات فيها كتير، ما فيش فيها اماكن كتيره لتقديم الخدمه. فبدانا القافله العربيه بتطلع 3 مرات، كل عربيه بتطلع 3 مرات في الاسبوع، 3 طلعات فيها دكتوره ممرضه وجهاز سونار، وبتقدم جميع الوسائل طويلة المفعول زي اللولب والكبسولة تحت الجلد والحبوب والوسائل الموضعية مجانا تماما. عندنا 5435 وحدة ثابتة ومركز طبي بتتوافر فيهم جميع أنواع وسائل تنظيم الأسرة بالمجان. عملنا حاجة اسمها مشاركة المهام، يعني مثلا الممرضة اللي هي متخرجة من كلية التمريض
بدأنا ندربها على بعض المهام اللي بتقوم بها الطبيبة، زي مثلا صرف الوسائل الخاصة بالحبوب، وجربناها في محافظتين وإن شاء الله تنتشر في باقي المحافظات، بحيث أما المنتفعة تيجي تاخد الوسيلة بتاعتها كل شهرين أو كل 3 شهور، ولو ما لقيتش الطبيبة هتلاقي ممرضة مدربة تبقى عارفة التاريخ بتاعها وإيه اللي يناسبها. دي برضو من أحد التدخلات الجديدة اللي عملناها، ما كانتش موجودة قبل كده. التدخل بقى الجميل واللي انا شايفاه يعني حاجه عبقريه ان شاء الله، تلاقي في السنتين اللي جايين نقص ملحوظ في عدد المواليد، ان احنا دربنا اطباء النساء والتوليد في 282 مستشفى، واحنا مستهدفين 400 مستشفى جامعي وعام ومركزي، على آلية تركيب اللولب اثناء العمليه القيصريه. خلينا اقول لحضرتك ان في كل سنه 1 مليون واحد بيتجوزوا تقريبا، يعني 900 وشويه 900 الف وشويه، فاحنا بنقول 1 مليون جوازه سنويا. في نسبه قيصريه عاليه جدا عندنا، فحوالي 70% من الولادات او 68% من الولادات بيولدوا قيصري، فاحنا قلنا هناخد الفرصه دي. اولا السيده اللي بتولد قيصري لازم تكون قدامها 3 4 سنين ما تخلفش، يعني لازم تحافظ على ان جسمها والرحم والجرح بتاعها يبقى قوي، وتبقى محافظه على نفسها ان في مباعده بين هذا الطفل واللي بعده 4 سنين.